طبعا مسي عليكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج مساء اللي نطلفي عليكم من الثلاثة ليل الخميس. طبعا نتمنى فقرات اللي نطرحها والمواضيع اللي نطرحها بالبرنامج تنال على اعجابكم. اليوم حلقتنا طبعا متنوعه، والليله راح نجمع بين الفائده وايضا المتعه مع ضيوفنا اللي يطلون علينا على شاشه تلفزيون الراي. وقبل لا نبلش فقراتنا طبعا مشاهدينا، نعزي زميلنا راشد الهلفي لوفاة طبعا اخته اللي وافتها المنية امس، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقمدها برحمته ويسكنها الفردوس الاعلى، والله يرحمها ان شاء الله يا رب. طبعا بداية برنامجنا مشاهدينا يعني نستعرض ونشوف مع بعض ضيوفنا اللي راح يطلعون علينا اليوم برنامج مسائي، وايضا فقراتنا شنو عندنا اليوم راح تشوفون معنا الحين. ضيوفنا اليوم الأستاذ وليد الدلح رئيس قسم مقدمي البرامج في إذاعة دولة الكويت، والحديث عن شروط وأسس الدورة التأسيسية الخامسة للمذيعين الجدد. سلطان ضاحي رئيس فريق الطيران الكويتي، وخالد العميري عضو فريق الطيران، والحديث عن هواة الطيران. طبعا مشاهدينا انا شخصيا متشوقه للتعرف اكثر عن فريق الطيران الكويتي، وطبعا واللي حاب يجرب ويتعرف عليه اكثر طبعا يتابع باقي فقرات مسائي وراح يتعرف على الطيران الشرعي. لكن مشاهدينا قبل لا نبلش فقراتنا نشوف معاكم تقرير عن شركه جوي الوكاس طبعا اللي استطاعت على مر العقدين الماضيين من الزمن ان تؤسس لها اسما في منطقه الشرق الاوسط، طبعا وحائزة على جائزة أفضل متاجر البيع على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا افتتحت الشركة أول فرع لها في الكويت في برج باناسونيك. خلينا نشوف مع بعض تقرير عقبها نكمل باقي فقرات مسائي. First of all, I would like to the Joya Lucas company for inviting me to this beautiful event. And as you may know, economic and commercial relations between Turkey and Kuwait is increasing in many different sectors. Jewelry sector is one of them, and I believe that this event of Turkish jewelry sector promotion will contribute positively to increase the trade volume between two countries, especially in this sector. I would like to explain, I would like to extend my best wishes for the success of this event. And I have learned that Joya Lucas company is also making similar businesses in many other countries, in GCC and in other countries like Singapore, Malaysia and UK. And soon they said that they will open a new branch in USA. I see the business, international business is increasing from time to time. And with the similar events in other countries, the business of the jewelry sector between the Turkey and also other countries will increase. And I'd like to thank to the Joya Lucas company for making such a Turkish jewelry festival promotion. Okay, thank you.
في هذا الأسبوع افتتحت الدورة 22 لمهرجان الجرين الثقافي، معلنة انطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016. طبعا تحت رعاية كريمة من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. خلينا نشوف هالتقرير عقبها نستكمل باقي فقرات مسائي. باسم الكويت العطاء، بلد المحبة والتسامح، نجتمع اليوم لنحتفل بمناسبتين: إطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 وافتتاح الدورة 22 لمهرجان الجرين الثقافي، وهو ما يؤكد على موقع وأهمية دولة الكويت في العالم الإسلامي وحرصها على لعب دورها الثقافي بما يمثله من نهج وسطي معتدل ومنفتح يؤمن بالسلام وبالقيم الإنسانية النبيلة، وكيف لا وقد تم اختيارها مركزا إنسانيا عالميا من أرفع مرجع أممي. إن لهذه الجائزة دلالة كبيرة على رعاية الدولة لأبنائها في كافة المجالات، وهي الدافع القوي نحو مضاعفة العطاء ومواصلة العمل البناء وتوجيه الطاقات الفردية إلى تحقيق توجهات الدولة التنموية، وهي في الوقت نفسه تلفت أنظار الشباب إلى المواطن القدوة بما يعزز الروح الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي والخدمة العامة للبلاد. ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل بين شعوب العالم الإسلامي، واحترام خصوصياتها الدينية والمذهبية والثقافية، واحترام الجيرة وعدم التدخل في شؤونها. فهذا ما ينص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي نصاً أكيداً واضحاً، وبهذا نبني أمتنا ونتجاوز هذه المحن وهذه العثرات التي شتتت شملنا وأضعفت قوتنا وجعلتنا مجال تندر لدول العالم. فالمسلم اليوم يتهم بالإرهاب، وأينما ذهب فهو إنسان يخاف منه ويشتبه فيه، وأمتنا في حاجة إلى أن تعود إلى رشدها وأن تمسك جماع أمرها بنفسها وأن تنهض في نهضة حضارية علمية ثقافية تحقق لهذه الأمة التقدم والازدهار والكرامة التي بدأنا نفقد كثيرا منها. صاحب السمو صاحب الفضيلة الإمام الأكبر، أصحاب المعالي والسعادة، إن هذا الاحتفال البهيج انطلاق لعمل كبير سيستمر عاماً كاملاً، وإنني أقول وبكل ثقة إن الكويت ليست عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2016، بل هي عاصمة الثقافة لكل الأعوام. أشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأكيداً على حرص وزارة الإعلام في الكويت على تخريج كوكب من المذيعين يمتلكون الإمكانيات الكاملة التي تليق بالشاشة اللي يمثلونها، أقامت دورات تأسيسية للمذيعين من شأنها ترفع من كفاءة المذيع وأيضاً تصقل موهبته. بهالمناسبة طبعاً مشاهدينا باسمكم نرحب بالأستاذ الإعلامي وليد الدلح، طبعاً منسق الدورة التأسيسية الخامسة للمذيعين الجدد وأيضاً رئيس قسم مقدمي البرامج في إذاعة الكويت. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وأيضاً مسي بالخير على مشاهدين تلفزيون الراي وبرنامج مسائي تحديدا. أنا بس قبل لا أطرق لموضوع الدورة التأسيسية، نعم، مثل ما ذكرتي في البداية أن عزي مذيع البرنامج مسائي وزميلنا وأخونا راشد اللفي بوفاة شقيقته، نسأل الله أن يتغمدها برحمة واسع رحمة إن شاء الله وجميع موتى المسلمين بإذن الله. اللهم آمين. حياكم الله وسعى المباركة. الله يحييك. طبعا نبي نتكلم عن الدورة الخامسة الحين، هذه خامس دورة الحين، نبي نتكلم عنها، شنو سبب إقامة مثل هالدورات؟ احنا لما نتكلم عن الدوره التاسيسيه الخامسه للمذيع الجدد نتكلم عن رؤيه شامله لحضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في دعم للشباب في كثير من المجالات. معالي وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب اخذ على عاتقه مثل هذه التوجهات، وهذه الدوره التاسيسيه وغيرها من الدورات اللي قاعد نتعامل فيها ونتعامل معاها في وزاره الاعلام هي مخرجات مثل هذا التوجه بشكل كبير جدا. الدعم اللامحدود في التنسيق مع مؤسسه عبد العزيز سعود البابطين متمثل بالعم عبد العزيز سعود البابطين اللي ما قصر الامانه وابدا ترحيبه باقامه مثل هذه النسخه الخامسه، هو سبق وان راعى يمكن النسخ الاربعه اللي فاتت على مدى سنوات كثيره. وكيل وزاره الاعلام السيد طارق المزرم امانه ترجم هذا الامر الى واقع ملموس بالدعم اللوجستي الكبير في إقامة مثل هذه الدورة ودورات كثيرة تقوم فيها إدارة التخطيط والتدريب وزارة الإعلام. ما أنسى الدور المحوري لوكيل وزارة مساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد مبارك عبد الله الأحمد الصباح. الأمانة أبو مبارك ورانا في كثير من القرارات وداعم لنا كشباب في إذاعة دولة الكويت، وهو اللي حطنا الصورة الشاملة كمشرف عام على الدورة التأسيسية بنسختها الخامسة واللي تتمتع ما يخالف يمكن النسخ السابقة بأنها رؤية شبابية بحتة. شنو قصدك برؤية شبابية بحتة؟ يعني الدورات السابقة اللي هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة كانت مو شبابية بحتة، يعني كان في أعمار كبيرة قصدك؟ لا أنت فهمتني غلط، أنا متكلم رؤية شبابية بحتة، أتكلم عن إعداد تقديم تحضير تجهيز حتى الطاقات المستخدمة من كوادر إعلامية موجودة في الدورة التأسيسية في هذه النسخة تحديدا هي أغلبها طاقات شبابية، وقاعد نتكلم عن مخرجات وزارة الإعلام، يعني مخرجات وزارة الإعلام لسنوات مضت يعني من 20 إلى 25 إلى 10 سنوات إلى 15 سنة قريبة هي اللي راح تعطي من خلال هذه الدورة التأسيسية. فلما أتكلم عن التجهيز وأتكلم عن الإعداد وأتكلم عن التنسيق اللي سبق انطلاق هذه الدورة اللي راح تنطلق إن شاء الله في 1/3 وراح تستمر على مدى 3 شهور إلى نهاية شهر 5 بإذن الله، هي قائمة على سواعد شبابية، مخرجات شبابية وطاقات وكوادر وزارة الإعلام الشبابية. نعم يعطيكم العافية، لكن نبي نعرف شنو الشروط اللي ممكن يعني تتوافر بالشخص حتى يقدم ويعني ينضم لدورة إعداد المذيعين الخامسة. احنا بلشنا في التسجيل في هذه الدورة ودعينا من خلال الإعلانات سواء في إذاعة دولة الكويت عبر مختلف محطات إذاعة دولة الكويت وأيضا عبر تلفزيون دولة الكويت ومختلف محطاته، وهذا يمكن وجودي وياكم في تلفزيون الراي هو جزء من التسويق لهذه الدورة. لأن احنا قاعد نستهدف يمكن الشباب خارج وزارة الإعلام وأيضا الشباب في داخل وزارة الإعلام. التسجيل بلش في الدورة التأسيسية بنسختها الخامسة من الأسبوع الماضي من يوم الأثنين، راح يستمر إن شاء الله ليوم الخميس القادم، يعني باقي يومين. اللي يجد في نفسه القدرة وشوف في نفسه أنه يصلح قدام الكاميرا وأيضا يقدر يتعامل مع المايك من خلال هذه الدورة راح يجد كثير من المواد اللي راح تحفزه وراح تصنع منه بشكل عام. أنا ما أقول راح يطلع منه مذيع، لكن راح نسلحه من خلال هذه الدورة التأسيسية بنسختها الخامسة بأنه يكون جاهز أنه يتعامل مع المايك، يتعامل مع المستمع، ويتعامل مع الكاميرا، ويتعامل مع المشاهد سواء في إذاعة دولة الكويت وتلفزيون دولة الكويت. يعني باقي يومين التسجيل راح يكون في وزارة الإعلام. طريق الوزارة. يعني وزارة الإعلام مبنى الإذاعة. الدور الأول مراقبة مذيعي ومقدمي البرامج راح يكون في أبليكيشن. الطلبات يعني نكون كويت الجنسية، ما يتعدى عمره 34 سنة، بكالوريوس بصفة عامة، يفضل إذا كان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، خريج اللغة العربية، خريج بس الإعلام بكالوريوس يعني والثقافة يعني. الإسلامية. إيه. في إيه في أبليكيشن يعبي الأبليكيشن لما يكون موجود في وزارة الإعلام، والطلبات سهلة جدا يعني صورتين شخصية، آخر شهادة اللي هي البكالوريوس، وصورة البطاقة المدنية على أساس أنه نعم. فيما بعد إن شاء الله
راح يتم فرز يمكن هذه الملفات والمتقدمين بشكل أكبر، ويتم التعامل وياها في الاختبار الصوتي وأيضا المقابلة الشخصية. مقابلة شخصية إذن في عقب ما تقدمون شبابنا ترى في اختبارات وعقبها يتم تصفية عدد معين، كم العدد المعين وشنو الاختبارات؟ كم العدد اللي نبيه؟ اللي تبونه بالدورة اللي يشاركون؟ العدد اللي نبيه تقريبا يتراوح ما بين 40 إلى 45 شخص، لأن احنا قاعد نستهدف من خلال هذه الدورة أنا والله ما ناخذ عدد كبير جدا على أساس أنها توصل للمعلومة بشكل المطلوب. نعم. هي صجنها دورة مكثفة طوال 3 شهور، لكن من خلال هذه الدورة راح نستعرض كثير من المواد، فنبي الطالب أو المتدرب في هذه الدورة يقدر أنه يأخذ حصيلته من الكم الكبير من المحاضرين اللي راح يتنوعون معه على طوال 3 شهور، فما نبي العدد كبير. كم العدد يعني؟ إلى الآن ما بين 40 و 45، احنا العدد مفتوح في استقبال الطلبات، وراح يتم يمكن فلترة هذه الطلبات من خلال الاختبار الصوتي ومن خلال المقابلة الشخصية مع لجنة الكنترول، ومن ثم إن شاء الله راح ننطلق في 1/3 في هذه الدورة التأسيسية. نعم، زين ذكرت المحاضرين، من المحاضرين وشنو المواد اللي راح تقدمونها حق المتدرب اللي راح يشارك بالدورة التأسيسية الخامسة؟ دورة مكثفة بشكل كبير جدا، ما بين إذاعة دولة الكويت وقناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت، ما بين كوادر إعلامية كبيرة لها اسمها، لها بصمتها، لها وضعها في الإعلام الكويتي بشكل كامل. أنا لما أتكلم عن ماجد الشطي وإبراهيم أتكلم عن إعلامي كويتي قدير، أتكلم عن بصمة كويتية، ونوجه له تحية وإبراهيم يستاهل، فهو راح يكون من الأساس في هذه الدورة مع التعامل مع الميكروفون والتعامل مع الكاميرا بشكل أكبر. أتكلم عن عبد العال رزق من الأسماء الكبيرة جدا وضعت بصمة كبيرة في إذاعة دولة الكويت. أتكلم عن اللغة العربية وهذا شيء أساسي في هذه الدورة. شيء أساسي النحو، اللغة العربية عاد نص اللي راح يقدمون راح يرسمون وسب النحو. لا لا إن شاء الله سهل، إحنا قاعد إحنا الاختبار راح يكون سهل ولا صعب؟ الهدف مو اختبار، الهدف إني أنا أخرج لي مذيع أو متدرب قادر إنه يطلع في هذه اللغة صح ويجمل هذه اللغة من خلال نطق السليم وتشكيله السليم. فاللغة العربية راح تكون شيء أساس طوال 3 شهور، الدكتور محمد حسان الطيان هو اللي راح يعطيها. التعامل مع مخرجات وزارة الإعلام في هذا التنوع الموجود، عندنا الدكتور فيصل القحطاني رئيس قسم التلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية وهو إعلامي قدير. نعم. راح يعطي مادة التعامل مع الميكروفون وفن الإلقاء. عندنا الدكتور بدر الدلح وهو في قسم التلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية وإعلامي أيضا قدير في وزارة الإعلام ومنطقات وزارة الإعلام ومخرجاتها، راح يعطي فن التعامل مع الكاميرا. عندنا الدكتورة سعاد البشر راح تعطي السيكولوجيا النفسية، شلون الواحد يقدر يتعامل مع المايك ويتعامل قدام الكاميرا مهما كانت الضغوطات المحيطة فيه، سواء في الاستوديو نفسه أو خارجيا. عندنا الأستاذة وفاء الشطي راح تعطينا مادة الفن الاتيكيت، البادي لانجويج لمذيع التلفزيون، وشلون يقدر يتعامل مذيع الإذاعة مع المايك ويحسس المستمع بالأريحية الموجودة على حسب البرامج اللي يقدمها. نعم. عندنا التجويد ومادة أساسية من ضمن مواد الدورة التأسيسية لتعديل ومخرجات الحروف والنطق السليم عند المتدربين. عندنا التذوق الموسيقي، الثقافة الإسلامية بشكل عام، يمكن أكثر من مادة نحاول قدر الإمكان أن نعطيها حقها في هذه الدورة طوال 3 شهور. الحين 10 مواد أنا معاك. لا أكثر، أكثر أكثر من 10. إيه أكثر، هذه اللي قاعد تسعفني الذاكرة فيها من ضمن المواد الموجودة. غير العملي طبعا، مو غير العملي، الجديد في هذه النسخة. نعم. في نسختها الخامسة الساعات الحرة، الساعات الحرة عندنا أكثر من 18 ساعة في هذه الدورة التأسيسية. نعم. والهدف من الساعات الحرة اللي ما أقدر أتعامل وياه ووقته يمكن ما يسمح له أنه يرتبط وياي في هذه الدورة على مدى 3 شهور من محاضرات مختلفة. نعم. أنه ممكن يعطيني ورشة عمل ساعة أو ساعتين من خلال الساعات الحرة مهما كان اللي قاعد يقدمه، يعني معدين، مخرجين، نتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عام، أنه يعطيني ورشة عمل أي من اللي يتعاملون في السوشيال ميديا، أي ممكن إعلامي. يعني مو ضروري يطلع مذيع. لا مو شرط، لا لا مذيع أساسي. هو مذيع بس شلون يسوي ورشة مع معدين، يعني يقعد مع المعدين؟ مو مذيع اللي يسوي الورشة، الساعات الحرة احنا نعم. نستضيف من خلالها نستضيف من خلالها كثير من المهارات الموجودة. نعم. انا لما اتكلم عن المشاهير او من لهم خبرة في السوشيال ميديا انا ممكن اخذهم يعطون ساعة حرة للمتدربين في هذه الدورة. اتكلم عن اللغة العربية في مجال اخر، اتكلم عن الاعلاميين يتصادف وجودهم في الكويت يوم او يومين، فانا ممكن استثمر وجودهم انهم يعطون محاضرة للمتدربين الموجودين. فالساعات الحرة هي اضافة جديدة في هذه النسخة من الدورة التأسيسية الخامسة. نعم. يعني بالنسبه للشهاده اللي راح يحصل عليها المتدرب، يعني شنو تقييم هالشهاده، شنو يعني مسمى لها الشهاده؟ فقط تخرج من دوره البابطين الخامسه؟ هو التعاون ما بين وزاره الاعلام ومؤسسه عبد العزيز سعود البابطين. نعم. والعم سعود عبد العزيز سعود البابطين ما يقصر امانه في مثل هذا الدعم، هو راعي من الدوره التاسيسيه الاولى
إلى هذه النسخة الخامسة ودعم للغة العربية وجمالية اللغة العربية من خلال من ينطق باللغة العربية لما نتكلم عن الصوت عبر الإذاعة ونتكلم عن التلفزيون. فهذه موجبها راح يكون في دورة أساسية منها يستفيد المتدرب ومنها يصبح أحد كوادر وزارة الإعلام في الإذاعة والتلفزيون. يعني شرط أساسي يكون من أحد الكوادر. لابد، إحنا قاعد نصنع جيل ثاني، نصنع خط ثاني وخط ثالث ورافد من روافد الإعلام الموجودين عندنا. يعني إحنا قاعد نعاني من نقص يمكن هذه الكوادر الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون. فأنا من خلال هذه الدورة أنا قاعد أصنع لي خط ثاني وخط ثالث. قادرين والله ينشلون لواء الإعلام بشكل أكبر، متدربين في هذه المهارات في المواد اللي قاعد نحطها في هذه الدورة. وايضا هي معترف فيها بموجب انه والله تغيير المسمى كمقدم برامج اساسا في الوزاره. زين، نبي نتكلم يعني عن الدورات السابقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. حضرتك تخرجت انا خريجه الدوره التاسيسيه الاولى في 2004. صح، وانا خريجه الرابعه. اثنين خريجين الدوره بس 2010 2010 نعم الاخيره. بس في تايم يعني كبير بين 2010 و2016، يعني مده طويله بين دوره والثانيه. هو للأمانة ما في تنسيق ما بين دورة إلى دورة ثانية. نعم. التنسيق بالمجهودات الشبابية الموجودة في وزارة الإعلام، يعني مدى الحاجة الموجودة في الإذاعة. نعم. ومدى الحاجة الموجودة في التلفزيون تتطلب منا إقامة مثل هذه الدورة. حاليا إحنا في 2016، يمكن كان التنسيق يسبق شهرين تحضير لهذه. صح. الدورة التأسيسية الخامسة. فإحنا في 2016 حاليا محتاجين لوجود خط ثاني وخط ثالث من. نعم. الكوادر الإعلامية سواء في الإذاعة أو في تلفزيون الكويت متمثل في قناة إثراء. فإحنا سعينا في التنسيق مع مؤسسة عبد العزيز بابطين. نعم. وعبد العزيز سيد عبد العزيز بابطين ما قصر الأمانة، مؤسسة غنية عن التعريف ما قصر، يعني لبى هذا النداء ومدى حاجة وزارة الإعلام لإقامة مثل هذه الدورات والشراكة إعلامية ثقافية وقاعد تضيف شيء كبير للإعلام الكويتي بشكل عام. فإحنا نتكلم عن 3 شهور مكثفة، من شهر 1/3 راح تكون الدورة لغاية تقريبا آخر 5 4 أيام في الأسبوع. في نهاية كل أسبوع راح يكون هناك عملي في درجات في هذه الدورة وأيضا في مشروع تخرج. نعم. يعني تقييم كبير، يعني ما أنسى أني أشكر والله مدير البرنامج العام ورئيس لجنة القبول الإعلامي والزميل سعد الفندي والقائمين أمانة وياه، يعني مشرف الدورة زميلي حسن الهاملي مراقب المذيعين، يوسف الصفران مدير قناة إثراء، وفايز هيل منسق أيضا قناة إثراء في هذه الدورة التأسيسية. نعم، يعطيك العافية. وإذا من كلمة أخيرة حاب توجهها كل بنت وشاب قاعد يتابعونا الحين وتنصحهم إذا ينضمون للدورة الخامسة الحين وإذا كان ودهم يعني يكونوا مذيعين بالمستقبل. على مثل ما قلت بالبداية، الكل من شاهدنا الحين عبر شاشة تلفزيون الراي اللي يجد في نفسه القدرة أنه يتعامل مع المايك ويجد في نفسه القدرة أنه يتعامل مع الكاميرا وعنده استعداد والرغبة أنه يكون مذيع ومقدم برامج في وزارة الإعلام سواء في إذاعة دولة الكويت أو قناة إثراء، يتقدم لهذه الدورة التأسيسية الخامسة بشيء مكثف أمانة من مهارات الإعلام والتنوع الموجود فيها، وأنه يتوجه لمبنى الإذاعة في وزارة الإعلام الدور الأول مراقبة مذيعين ومقدم برامج، ومثل ما ذكرت قبل شوي الاشتراطات الموجودة، والله يوفق الكل إن شاء الله. اللهم آمين. ونشوف جيل جديد من المذيعين اللي عندهم خبرة ودراية ودراسة إضافة للموهبة اللي عندهم، نشوفهم بالمستقبل مذيعين متألقين. يعطيك العافية. طبعا الأستاذ والإعلامي وليد الدلح منسق الدورة التأسيسية الخامسة للمذيعين الجدد وأيضا رئيس قسم مقدمي البرامج في إذاعة الكويت، يعطيك العافية. يواكم الله، يعطيكم العافية. الله يقويك. طبعا مشاهدينا برنامج مسائي مستمر، لكن بعد هذا الفاصل، فاصل سريع لا تبعدون. فريق شبابي يهوى الطيران الشراعي ويهوى المخاطر والتحليق في السماء. فأسسوا فريق الطيران الكويتي، بالرغم أن فكرة الطيران ممتعة إلا أن الخوف هو المسيطر عنده أول تجربة يقومون بها. راح يكون طبعا معنا اليوم ضيوفنا بالاستوديو رئيس فريق الطيران الكويتي سلطان ضاحي العنزي، وأيضا الأستاذ خالد العميري مسؤول التحكم الأرضي في فريق الطيران الكويتي. وطبعا بدايتنا راح نشوف هالتقرير عن هالفريق، عقبها الرد نرحب بضيوفنا.
طبعا نمسي مره اخرى بضيوفنا رئيس فريق طيران الكويتي سلطان ضاحي العنزي، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور وحياكم الله. الله يحييك يا هلا فيك. وايضا الاستاذ خالد العميري مسؤول التحكم الارضي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا والله. يا هلا فيك. وطبعا التقرير كان جدا مميز وممتع وفي مخاطره وفي خوف، حسيت انه في خوف ولا كنتوا يعني في عندكم جرأة وعادي؟ لا، هو بالنسبه للخوف طبيعي بالانسان الخوف، لكن احنا نستثمر الخوف بالتدريب انه يكون حرص زياده. نعم. شلون يسوي مينتنس على الطياره، شلون يتقيد بالقوانين الطيران، شلون انه ما يخاطر او ما يطلع المنطقه المهيئه للطيران، فكل هالشيء هذا نستثمره بناحيه الطيران. نعم. لما نتكلم بالبدايه معك خالد، نبي نعرف شلون متى بلشت معك هوايه الطيران الشراعي؟ طبعا هو كل واحد مثل ما يقولون انه من يوم يكون صغير يكون عنده حب حق شغله ما يعنى. نعم. فاغلب الشباب اللي يكونون معنا بالفريق واغلب الشباب اللي يطيرون كان عندهم اساسا حب الطيران من قبل موجود. فمن قبل يقولون حق الواحد شنو حلمك انك تكون، يقول له والله حلمي اني اكون طيار. طيار صح. فاغلب الشباب يكون عندهم حب هالهوايه بس، واغلب الشباب الباجي بعد يكون عندهم بعد ما شاف الهوايه، بعد ما شاف انه يحب المغامره، يحب هالشيء وحب انه يصعد يجرب الهوايه فوق، هم دخل بالهوايه معنا. نعم. متى بلش معك هوايه حب الطيران الشراعي؟ والله حب الطيران من الصغر بصراحه، لكن بعد ما عرفت او خلينا نقول متاخر وصلنا. نعم. موضوع الطيران الشراعي وانه شوي سهل، يعتبر اسهل وسيله الطيران بحكم ان المعدات تقريبا دخولها شوي سهل نظاميا، نتكلم تدريبها ما راح يكلف، ما اخذ الوقت والكلفه الماليه نفس اي نوع ثاني من الطيارات. يعني مو يعني ممكن اي شخص يتابعنا ممكن يتدرب وبسهوله يعني ما يكلف. ممكن جدا، بس انه طبعا في شويه شروط لازم يتقيد فيها. نعم. اللي حاب هالشيء المجال. شنو الشروط هذه؟ اولا بالكويت احنا نتكلم كهوايه طيران شراعي، الجهه الرسميه الوحيده الممثله للاتحاد العالمي للطيران هو النادي العلمي الكويتي. نعم. يعني لازم يكون اول شيء عضو بالنادي العلمي الكويتي اداره علوم الطيران. الشيء الثاني انه طبعا في تنسيق بين الداخليه والنادي العلمي انه ما يكون عليه شويه مشاكل جنائيه او خلينا نقول او انه يكون ما عليه مشاكل قويه. بعدها ممكن يختار فئه الطيران اللي يحب يزاولها ويكمل ساعات الطيران ويحصل على الليسن. نعم. انزين بالنسبه للطيران الشراعي وايضا المظلي، خالد شنو الفرق بين الطيران الشراعي والمظلي؟ والله انا اتوقع لو كابتن سلطان يشرحها راح يكون شويه احسن. نعم. بالنسبه للطيران الشراعي طبعا نتكلم عن الطيران الشراعي، هو فئه معينه من الطيران. نعم. اللي طيارات تقريبا تندرج تحت وزن 350 كيلو بكل اغلب منظمات الطيران العالميه. تدريبها سهل، صيانتها سهله، تعتبر خفيفه الوزن، هم ما تحتاج خلينا نقول مدرج معين او مطار للتخزين او للصيانه. نعم. الطيران خلينا نقول المظلي هذاك اللي هو القفز الحر، نتكلم حتى القفز الحر والطيران المظلي تعبوي هذا شيء ثاني بعيد عن الطيران، لان انت الواحد يكون بس يمكن يجرب القفز لمده 50 او 60 ثانيه بالكثير. نعم. اما الطيران احنا نتكلم عن الطيران يبدا من الارض بالساعات، يظل طاير الطيار ينزل في مكان معين، يستخدم التيارات الصاعده الثيرمولز، يستخدم الاجهزه اللي هو المايك والسماعات بين الطيارين والجراوند كنترول. نعم. فالطيران شيء والقفز الحر او المظلي شيء ثاني. نعم. زين بالنسبه ل هل في معاهد خالد بالكويت تدرب على الطيران الشراعي او بالخليج؟ هو بالنسبه كمعهد ككيان اساسي كمعهد ما اتوقع انه موجود بالكويت، لكن بالنسبه للتدريب والتمرين موجود عندنا بنادي العلم الكويتي. نعم. في عندنا مدربين معتمدين، بالاضافه الى حتى بالخليج مهم موجود عندنا في مدارس خاصه بالطيران، خاصه بالطيران الشراعي وبنوع الطيران الواجب بعد. نعم. انتوا اخذتوها هوايه ولا تعلمتوا اخذتوا دورات؟ هي بالبدايه هوايه الطيران، لكن الواحد اذا كل ما يتعمق بالطيران يدري الموضوع لازم دراسه ولازم. نعم. لانه في اسس لازم يمشي عليها الطيار. صح. سواء من بناء الطيارات، من صيانة الطيارات، من التقيد بالأنظمة الدولية، فالموضوع كله دراسة وما ينتهي. نعم. ولا يمكن تدرسون تاخذون دورات صح؟ وشنو الشهادات اللي حصلت عليها للحين خالد؟ انا بالنسبة لي للحين ما حصلت على شهادة للحين. نعم. طور التدريب على قولتهم، بس لو بتسألني عن شهادة اتوقع عند كابتن سلطان. كابتن سلطان والله الحمد. نعم. لله هو كان نشاط خلينا نتكلم عنه، بدا بالكويت من سنة 2000 بالنادي العلمي الكويتي، وانا بالنسبة لي بلشت الطيران الشراعي من سنة 2004. نعم. يعني كنت طيار وبعدين طيار فئه ثانيه الباربا برشوت الطيارات الاكبر، وصرت مدرب وقافز حر ما شاء الله عليك. والحمد لله في دورات اكرو اللي هي متقدمه حق السباقات الخارجيه، شاركنا باسبانيا وفرنسا وايطاليا ودول الخليج، مصر وسوريا والاردن. ما شاء الله عليك. اتذكر ما راح يخلص. زين في ساعات معينه تجتازها على اساسها يعني تتجاوز هالمراحل، ولا ان كم قفزه قفزت كم مره حلقت او طرت ان بالطيران؟ هي تحسب بساعات الطيران، اذا نتكلم على اذا بتدش مرحله الاكرو او الطيران الاحترافي لازم اقل شيء تكون مارس مينيمم 500 ساعه، يعني تقريبا مو اغلب 4 سنوات، هذا كقوانين دوليه، لان انت خلاص
انت تكون عارف الخط الاحمر نعم. تبدا الدورات هذه اساسا من وراء الخط الاحمر بس طبعا راح نكون متقيدين مثل ارتفاعات معينه 4000 قدم ريزيرف مظلات احتياطيه لازم نطير فوق بحيره حق بعض الحركات القويه نسوي بعض الحركات مثل انهيار ستول يعني هي خطوره لكن ضمن اطار معين وين كل هالدورات مثل ما ذكرت برا الكويت سويناها باسبانيا وفرنسا نعم ولان الجو كان مهيئ ويعني فوق بحيره وتحت عندنا ريسكيو بوت او طراد والمكان مهيئ اساسا هي مدرسه الطيران والحين كابتن طبعا سلطان تعطي دورات بالكويت حق الشباب اللي حابين ينضمون نعم. لطيران الشراعي نعم الحمد لله انا مدرب وبالعكس نرحب باي واحد يسجل بنادي العلمي سواء كل الجنسين الشباب او البنات اذا حاب ينضم او يجرب الطيران او يصير طيار عندنا ما عندنا مشكله نعم الشروط الاولى اللي لازم تتوفر بالرجل لازم يعني ما في حريم يشاركون ولا ممكن حريم يشاركون عندنا حريم وفي نعم. في عضوات قاعد يطيرون معنا تمام شنو الشروط اللي ممكن تتوفر فيهم عشان يعني يشاركون بهالدورات اول شيء هي لازم تكون بالبدايه نعم. لازم يكون منتسب للنادي العلمي الكويتي اللي هي لازم يكون مسجل بالنادي ولازم تكون عضويته سارية المفعول نعم. بالإضافة إلى طبعاً لازم يكون عنده صحة بدنية يكون خالي من الأمراض المزمنة على قولتهم اللي هي أمراض السكر القلب الضغط نعم. وغيرها طبعاً لازم يكون صحي نفسياً نعم. ولازم يكون وده يمارس الهواية والأطفال لهم نصيب معكم ولا لا؟ بالنسبة للأطفال ما عندنا مشكلة حتى اللي يحب يجرب طيران طبعاً لازم بالكويت لازم يكون عمره فوق 21 سنة أول أمره موجود خلنا نضيف شغل على موضوع الصحة الجسدية ما تحتاج إنه يكون واحد يكون رياضي لكن بس من ضمن هالمشاكل إنه ما يكون عنده مشكلة بالأذن الوسطى أساس الضغط الجوي نعم. ما يكون عنده مشاكل بالرئة وباقي الأمور كلها سليمة يعني ممكن يكون مريض بالسكر والضغط بس أهم شيء هالأشياء اللي ذكرتها لا لازم يكون سليم والله الله يشفي الكل لكن إحنا بالكويت ما متقيدين اللي هو بموصل شروط الطيران المدني إنه ما بالمنطقة المسموح فيها ما نطير اكثر من 2000 قدم نعم. ف2000 قدم نهائيا ما تشكل اي مشاكل على الرئه ولا لكن نعم. بالمناطق اللي برا لا احنا نتجاوز هالشيء والواحد يحس بالضغط الجوي يعني احنا حنعرف منك طبعا تفاصيل ايش كثر يعني اكثر من 2000 كم يعني توصل النسبه لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل سريع لا تبعدون طبعا التقرير كان جدا ممتع انا استمتعت فيه وكان ودي اروح بس اذا طحت شلون زين بالنسبه للطيحه طبعا احنا نقول قدر الله ما شاء فعل لكن احنا نتقيد فعني قدر الله ما شاء فعل طحت انا خلاص نتقيد كل وسائل السلامه اولا الموقع يكون مرخص نعم. ورسمي ما في اي شوائب ما في اي مباني عاليه وين تختاروا المكان احنا الموقع المرخص بالكويت اللي هو جنوب الكويت بالخيران نعم ال 85.5 بعيد عن المناطق السكنيه بعيد عن الحدود السياسيه المنشات الحيويه طبعا فوق هذا ما نطير الا نكون متشيكين على الجو 100% ان شاء الله نعم. نقول ان شاء الله ان الجو مناسب انزل. قبل هذا كله لازم تكون وسائل السلامه موجوده طفايه حريق لا سمح الله اسعافات اوليه بالاضافه ان في نقطه اسعاف ثابته موقع الطيران ما تبعد تقريبا كيلو او كيلو وشوي ف
فوق هذا انه دائما احنا بالفتره اللي ما كنا نطير فيها مثل الجو الهواء نسوي مينترنس كل الطيارات، نمشي على المانيوال للطياره مثلا بعد 5 ساعات غير البرغ الفلاني الاحبال الماكينه الامور الفنيه كلها. يعني تحاتون الامور السيفتي والسلام. اكيد هذا اولى شيء، اهم شيء السلام اولا بالطياره. طبعا كان مخرجنا حسين حمادي يعني وجه تحيه، كان متالق وهو قاعد يطير يعني خبره ما شاء الله عليه، عانته وانتو قاعد يصعد بالطيران شلا ولا كان يعني جريء؟ ما في اي مشكله اول شيء، والشيء الثاني انه يعني طبعا حتى الوزن بالنسبه للباسنجر اللي بيركب طيارات، في بعض عندنا طيارات تتحمل له وزن 160 كيلو، يعني لا احد يقول وزني ثقيل ولا شيء، الطياره تشيل 160 كيلو بالاضافه للطيار ما في اي مشكله. يعني لحظه انتيت على الوزن، احنا خرج عليه خالد شنو قاعد يشر علي؟ اي هو قاعد يشر علي خالد. انزين 160 كيلو فرضا واحد يا وزنه 110 120، لازم شخص واحد مع الطيار؟ اشرح لي الطريقة شلون؟ هي راح تصير مثل الحسبة، لنفرض ان مثلا الطيارة تستحمل 200 كيلو. نعم. هي صج يعني تستحمل 200 كيلو ولا هو قال 120؟ كحمولة كاملة للطيارة تقريبا 270 كيلو. نعم. احنا نقول ناخذ المينيمم، الطيار وزنه 110، سواء يطير سولو بروحه او يركب واحد وياه 160 كيلو ما في مشكلة. نعم. يعني ماكسيمم الويت الباسنجر السيت الخلفي 160 كيلو. وكم شخص ماكسيمم يعني مرت عليكم لا توزعون عليهم الأوزان؟ ممكن 3 مع بعض؟ لا لا بس طيارة بس طيار وشخص، طيار وشخص معاكم بس. نعم فقط بس شخصين. انزين وذكرت لازم يعني تاخذون تصريح من مؤسسة من مكان معين قبل لا تطيرون ولا عادي؟ اذا موقع الرسمي حق الفريق اللي هو بالخيران لا ما ناخذ التصريح من الجهة، بس انه شرط انه ما يكون عنده مشاكل صحية. طبعا نسأله وفي ورقة شوي وقعها كتعهدات، شيء روتيني اجراء قانوني، وان نتأكد انه يعني في كم نقطة ما يحاول يلمس في حبل معين وبعض خلينا نقول الأجهزة إنه ما يحوشهم. نعم. فراح يستمتع بالطيران. نعم بالتأكيد. إذا خالد شنو دورك بالتحكم الأرضي؟ شنو تقصد بالتحكم الأرضي؟ إحنا دورنا دور مساند للطيارين. نعم. طبعا مثل ما أنت شايف المكان إحنا اللي قاعد نطير فيه مكان منطقة صحراوية مفتوحة. صح. في ناس قاعد تدخل، في مثل ما يقولون بقيات، في سيارات قاعد تطوف علينا، فإحنا من البداية مسؤوليتنا إن نشيك على هالمكان. يعني تأمن الطريق حق الشباب والأعضاء، نأمن الطريق، نأمن المكان الأرضية أن تكون سليمة حق الطيران. ثاني شيء إحنا نشيك على معدات الطيارين نفسهم. نعم. نشيك إذا كان لابس الخوذة مالته، إذا كان شغال الجهاز ماله، إذا كان مواجه الهواء صح. إحنا نعطي تعليمات الجو أول بأول. نعم. هو تغير اتجاهه ولا لا، إحنا نعلمهم كل هالشيء. زين. وبالنسبة للمركبات ذكرت أن اللي يعني اللي صاعد مع اللي قاعد يطير الحين لازم ما في أشياء ما يمسكها بدينا. نعم. إنزين شنو المركبات هذه؟ شنو الأشياء اللي فيها خطورة ممكن إذا مسكها شنو يصير الخطوة الثانية؟ ممكن واحد يمسك صاعد معك؟ لا هو إن شاء الله ما راح يمسك شيء لأنه عارف. نعم. مثلًا نقول الحبال الفلانية، بس خلينا نقول نقطة هم بعد دوره مهم أهمة بالطيران. نعم. يعني ما تصدق ما تتم عملية إقلاع وهبوط كل طيارة لازم يأخذ الإذن من الجراوند، يعني مثل ما تقول الـ ATC بالنسبة للطيارات المطار اللي هو برج المطار. نعم. فيكون هو على دراية منو طاير منو نازل منو رازل، لا ما سمح الله عنده مشكلة مثلًا او منه جاهز للطيران، بس يكون ترتيب كله على الجراوند كنترول. نعم. فيعني حتى المسؤوليه عليهم تعتبر اكثر من المسؤوليه على الطيار نفسه. نعم. لانه هو اللي يكون متحكم المطار خلينا نسميه الموقع الطيران. ذكرت مطار، اذا خالد يعني هو مطار لازم في مدرج في الاقلاع والهبوط، ففعلا في مدرج للاقلاع والهبوط ولا لا؟ هو احنا نعتبره مدرج، انت لما تشوفينه راح تقولين ان هذا بر، بس احنا نعتبره مدرج دام هو متوفر في وسائل الامن والسلامه. نعم. في عده اسعافات اوليه، في طفايه تحريجه حق الحالات الطارئه، ان شاء الله ما راح نحتاجها، بس في المكان اللي يطير فيه الطياره، في المكان اللي يطلع فيه يركب فيه طياره ويطير فيه بامن وسلام بدون لا يعيق شيء، صخر، رمل، اي شيء زايد على المكان على المدرج، فاحنا نعتبره مدرج. نعم. زين شنو يعني أسوأ الاحتمالات ممكن تحصل وانتوا يعني طايرين فوق محلقين؟ أسوأ احتمال بشكل عام ممكن لا سمح الله انه يصير انجن فيلير ولا اي مشكله بالطياره. احنا اوريدي كل طياره اذا بيطير فوق منطقه معينه خلينا نقول قريب للمخيمات متقيد بارتفاع معين، مثلا فوق المخيمات لنفرض. نعم. انه ما يقل ارتفاع عن 400 قدم. وعنده عداد يبين عنده كم ارتفاع الحين؟ عداد في جي بي اس. نعم. في حراره الماكينه، حراره الاكزوز، حراره الراديتر، الارتفاع، نسبه الهبوط، النزول، النقطه المعينه على النقطه كم وقت يكفي على لما يوصل النقطه. لا سمح الله خلينا نقول طفت الماكينه لاي سبب من الاسباب. نعم. طبعا حتى البنزين يبين عنده المؤشر وكل شيء، اوفر هيت اي شيء. فعنده تقريبا اذا كان على 400 قدم معه تقريبا اكثر من دقيقه، دقيقه ونص ممكن ينزل فيها اي نقطه يبي. هذا اسوء الاحتمالات، والنزول اساسا هي طياره شراعيه. يعني احنا نستخدم المحرك بس كاقلاع بس او انه يكمل طاير.
لكن باللاندينج او بالنزول احنا اساسا قاعدين ننزل الباور او نطفي الماكينه عشان تنزل عشان تنزل تنزل بشكل امن. نعم زين، يعني هل في مواصفات للطائرات الشراعيه، في معايير دوليه لازم تتقيدون فيها ولا لا؟ بالنسبه للطيارات طبعا هي شركات كثيره مختلفه، منها الاوروبي، ايطالي، اسباني، شركات عريقه هنغاريه، في عندنا الامريكيه، وفي شركات كثيره. كل طياره ما تصنف او ما تاخذ السلعه على اساس انها طياره لازم تمر بسلسله طويله من الاختبارات. نعم. سواء من الماتيريال، سواء من المعدات، صيانتها، كفاءتها، هارد لاندنج، بعض حتى الحوادث في التجريبيه مثل ما قاعدين نشوف بالسيارات. نعم. وبعد كل الامور هذه من السلسله طويله من الاختبارات تحصل على اللي هو ترخيص انها هي طياره كسلعه طياره. نعم. زين خالد، شو نشوف اقبال يعني الشباب على مثل هالهوايه هذه الخطره اللي فيها شوي يعني خطوره انه وجراه، لازم الواحد يكون جريء عشان يشارك ويحلق بالطيران الشراعي، تشوف في يعني جراه وحابين هالهوايه؟ بصراحه انت تشوفينها خطره، انا ما اشوفها خطره كلش، طول ما احنا ملتزمين بقواعدنا من السلامه ما نشوفها خطره. لا هي مو خطره، احنا حسب كلامكم خلاص ان اللي جرب اول مره يمكن خطره، بس انت وخلاص بس خبره متعودين عليها خلاص. نعم. بالنسبه حق اقبال الشباب طبعا انت قاعد تشوفين احنا بلشنا الشباب على قولتهم ما يعرفون بعض، كل واحد تعرف على الثاني لين عرفوا انه في نادي والنادي يستقطب على قولتهم الطيارين. نعم. الحين وصلنا الحمد لله تقريبا اكثر من 30 عضو طيار بالفريق. نعم. وقاعد نزيد يوم عن يوم، فبالنسبه حق اقبال الشباب موجود، بالنسبه حق طيارين او حتى حق الناس اللي يبون يركبون يجربون الطيران. نعم. الشراعي. واللي يصدم ويخلي الناس يستغربون اكثر ان اغلب الناس الشجاع اللي يحبون يجربون يحبون يتدربون اللي هم البنات اكثر من الشباب نفسهم. صدق؟ أيوة. يعني عندكم بنات اكثر؟ للحين احنا عندنا بنات اقل من طيارين الشباب. على اي احصائيه عرفت ان البنات اكثر؟ على اساس الناس اللي يبون يجربون. نعم. يعني احنا قاعد نجرب مثلا اذا رحنا على البحر قاعد نطير على شارع الخليج اغلب الناس اللي يجون يسالون يبون يجربون بنات. اغلب. نعم. الناس اللي يتواصلون معنا على الانستغرام وعلى بنات. تويتر وغيرها كلهم بنات، بس ما يجون بالنهايه الشباب اكثر. لا والله يجون. لا بالعكس اكثر من الشباب. لا والله يجون يعني يمكن 90%. يعني يبون يعني يستغلون وقت الفراغ بشيء مفيد، بهوايه مميزه وشيء يعني جديد عندنا. ذكرت متى بلش عندنا هني بالكويت؟ احنا بلش تقريبا من سنه 2000 اللي هو كان نشاط طيران. نعم. شراعي بالكويت، لكن انتشر من عند بدايه الفريق من سنه 2004. اكثر الناس يقول بجرب احب المخاطره، اساسا ما في مخاطره، هي تجربه ما في اي مخاطره. يعني يمكن مرات يطريني ذا الجو، يعني خلينا نقول ما في لا تيربلنس ولا شيء، يمكن حتى اهدى من السياره مثلا. نعم. يعني ما تحسين لا مطبات هوائيه لا تحسين بالتيارات، يعني كانك قاعده وطايره ونازله. زين اللي تابعنا الحين وحاب يشارك ويخوض هالتجربه المميزه والجريئه شوي، والله نرحب بالكل من كل الجنسين. موقع الفريق اللي هو جنوب الكويت منطقه. نعم. الخيران طريق 85. بس ذكرت تيون للبحر، احنا مرات تكون عندنا مشاركه، وحتى على فكره بشهر 1 و2 احنا عندنا شوي ضك بالمشاركات، عندنا مشاركه المروث الشعبي الشيخ صباح الناصر الصباح ما قصر. لا نوجه له الشكر وعلى الدعوه الكريمه اضطرنا فيه الاسبوع اللي طاف المروث الشعبي، وعندنا محافظه الحميدي بعد تقريبا 4 ايام، عندنا بدايه انطلاق فعاليات على فبراير 29/1 بشارع الخليج. نعم. يعني كل الوقت يعني نكون بشارع الخليج كفعاليات او بالمخيم تمرينات وتدريب. زين خالد، الفعاليات اللي راح تكون بفبراير والتدريبات والتمارين اللي بالمخيم، فشنو قاعد تجهزون؟ شنو الفعاليات اللي راح تشاركون فيها؟ شنو مخططين فيها؟ لكم رؤيه للايام الجايه يعني؟ ان شاء الله احنا طبعا الاحتفالات الوطنيه بشكل سنوي احنا قاعدين نشارك فيها. الموروث الشعبي كذلك هم قاعدين نشارك فيها تقريبا بشكل شبه سنوي. نعم. اغلب المشاركات الوطنيه، مشاركات احتفالات، حتى مرات تكون مشاركه عاديه، احنا نسوي مشاركات من نفسنا، نروح مثلا. نعم. نسوي ايفنت بمكان معين. نحاول نستقطب فيه الناس، نعرفهم بالهوايه اكثر، يحاولون يجربون الناس، نحاول نحببهم بالهوايه اكثر عشان لا يشوفونها خطره اكثر ما هي مسليه وامنه. نعم، سلطان خالد ذكر ان تحببون الناس، يعني راح الناس اذا شافوكم على البحر ولا بمكان حابين يشاركون معاكم ولا لا بس انت والاعضاء الفريق؟ اذا كنا في عرض جوي، طبعا احنا نتكلم عرض جوي متقيدين بوقت اللي هو بدايه الفعاليه لاخر الفعاليه، بروت معين بالتزامات، بخطوط معينه بالتنسيق مع الطيران المدني. نعم. اذا ما كان ايفنت، اذا ما كان عرض جوي ممكن الناس يجربون، لكن اذا كنا بعرض مثلا اللي بيصير 29/1 لا احنا متقيدين بعدد وارتفاع وتصاريح. نعم. بالتنسيق مع النادي العلمي، لكن احنا مرات بالصيف بدايه الصيف نسوي فعاليات اللي هو اسبوع او اسبوعين على البحر يكون مفتوح للكل اللي حاب يجرب. نعم. فاللي تابعنا على الانستغرام او حساب الفيسبوك علاقات العامه طبعا خالد قطع براسه من الحين هو اللي يرد المفروض على الناس. نعم. فنبلغهم ان عندنا فعاليه وحي الله الجميع. زين في نوع المروحة على الظهر شنو فرقها عن النوع الاخر؟ احنا الطيران الشراعي بالكويت فريق الطيران الكويتي عندنا 3 فئات اللي هي الباراموتر مثل ما تفضلت تنعت على الظهر. نعم. وفي البارترايك اللي شوي صغيره على التواير 3. نعم. تكفي شخصين،
والفئه الاكبر اللي بار باراشوت، كلهم بالنهايه طيران شراعي بس كل واحده فيها كل واحده لها ليميتيشن معين طيران وسرعه الهواء. زين مو خطر اللي مروحه بالظهر خالد؟ ما فيها خطوره؟ هي مثل ما قالت هي تقريبا احنا نشبههم بالسياره والبقي والسيكل. نعم من السياره مثل البقي من السيكل. السياره اللي بار باراشوت اللي قالت عنها نعم. هي اكبر فئه عندنا موجوده بالكويت، وبعدها التراك وبعدها البرموتر اللي هي حق راكب واحد اللي تنحط على الظهر. نعم طبعا هم كلهم حالهم حال السياره والسيكل، من كثر ما استخدمتيهم بامان راح تكونين بامان. اذا عطار الاستعراض ذكرته شنو مخططين؟ يعني في شيء راح تسوونه، في مجسم راح تصممونه ولا شنو راح يكون؟ ذكرت انه يعني مقيدين بارتفاع وبعدد ويعني بنظام خاص. هذا لان احنا نطير فوق منطقه سكنيه تعتبر، او انه خلينا نقول على الشريط الساحلي. نعم فمتقيدين بارتفاع انه مثلا ما ندخل على المنطقه السكنيه ولا ندخل بشكل كبير على المنطقه البحريه. نعم فيكون الروت تقريبا على الشارع او صوب الساحل بشويه على ارتفاع معين، لان احنا اساسا نطير وتكون يعني نشوف حتى طائرات الهليكوبتر الداخليه بتلتصق وياهم انه عارفين الروت مالنا. نعم فهو عرض اكثر من انه يكون هو خلينا نقول كلاسيك او طيران سياحه او شيء. نعم عندنا عروض نشيل الاعلام مثل اعلام الدوله، صور صاحب السمو، تشكيلات جويه شكل الفريق الطيران بطيارات معينه على حسب الفئات، اللي هو السموك الدخان تقريبا نطير بشكل معين والدخان. نعم وان شاء الله الاجواء تناسبنا احنا بالطيران. نعم زين قبل ان اختم معاكم، في مواقف صارت معاكم يعني طريفه ولا فيها خطوره على الهواء وانتم طايرين يعني بالطيران الشراعي، ولا ما في شيء صار معاكم؟ اكثر المخاطر او الاشياء اللي ما لكم متنبه فيها، بس الله يعين الجراوند كنترول، مرات تكون طايرين وباللاندنج الطياره تنزل لاندنج على موقع خلينا نقول المطار. نعم بعض الناس احنا نعذرهم انه ما عندهم خلفيه عن الطيران، يقوم يصور بالتليفون يكون مكان نقطه نزول الطياره، فحط باله ان الطياره ممكن تنزل باي نقطه، بالعكس الطيران باللاندنج يمكن راح تكون اضعف نقطه فيها. نعم فكل هالشيء تاذى فيه الجراوند كنترول، يقوم يلحق هذا والسياره وبانشي مرات حصان ونركض وغبار ويصير معك مواقف يعني، بس عشان سلامه اكيد الطيارين. نعم يعطيكم العافيه وكل شكر على تواجدكم معنا يعني، والحوار شيق معاكم الاستاذ سلطان ضاحل العنزي رئيس فريق طيران الكويتي، يعطيك العافيه. الله يعافيك ومشكورين على الدعوه الكريمه هذه. يا هلا فيك. وايضا الاستاذ خالد العميري مسؤول التحكم الارضي، كل الشكر لك على تواجدك معنا باستديو مسائي. يعطيك العافيه، قواكم الله. الله يقويكم وان شاء الله ننضم لكم بالمستقبل. طبعا مشاهدينا بشي وصلنا لختام حلقتنا. قبل لا اختم الحلقه اشكر اليوم كارن ميلن على الازياء اللي لابستها اليوم، يعطيهم الف عافيه ونشوفكم باشر تصبحون على خير.